بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل اليوم بمشيئة الله تعالى شرح مادة الفقه المالكي للصف الثالث الثانوي الأزهري، وما زلنا مع باب النكاح. ودرسنا اليوم يتناول مسألة واحدة، وهي حكم الخطبة على الخطبة. قال الشيخ الدردير: وحرم خطبة الراكنة لغير فاسق كالسوم بعده، وفسخ قبل الدخول، وصريح خطبة معتدة، ومواعدتها كوليها. ما معنى الراكنة؟ الراكنة هي من أظهرت القبول لطلب الخاطب. والمرأة قد تكون راكنة بنفسها، أي هي التي قبلت الخاطب، إن كانت ثيبا أو رشيدة أي غير مجبرة، وقد يكون الراكن وليها إن كانت بخلاف ذلك أي كانت مجبرة. ما حكم خطبة المرأة الراكنة؟ إن كانت المرأة راكنة لغير فاسق تحرم خطبتها، وغير الفاسق يشمل الصالح والمستور الحال، سواء كان الخاطب الثاني صالحا أو فاسقا أو مستور الحال. فإن كانت راكنة لفاسق لم تحرم خطبتها إن كان الخاطب الثاني صالحا أو مجهولا. وعلة جواز الخطبة في هذه الحالة أنه لا حرمة للفاسق، بل في نكاحها تخليص لها من فسقه. فإن كان الخاطب الثاني فاسقا مثل الخاطب الأول حرمت خطبتها أيضا. وتحرم خطبة الراكنة لغير فاسق سواء قدر صداقا أم لا، إذ العبرة بالركون والرضا بالخاطب. وقال بعض العلماء: لا بد في اعتبار الركون من تقدير الصداق. قال الشيخ: كالسوم بعده، أي أن السوم بعد الركون لمشتر أول يحرم أيضا. ومعنى السوم أنه بعد الاتفاق على الثمن والرضا بالبيع يأتي مشتر آخر يريد أن يشتري السلعة التي رضي صاحبها ببيعها للمشتري الأول. والدليل على حرمة خطبة المرأة الراكنة وحرمة السوم بعد الركون قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه. ما الحكم إن عقد الخاطب الثاني على المرأة الراكنة؟ إن اطلع على ذلك قبل الدخول فسخ عقد الخاطب الثاني بطلقة بائنة. قيل وجوبا، بمعنى أنه إذا رفعت الحادثة لحاكم وثبت عنده العقد بعد الركون ببينة أو إقرار وجب عليه فسخه، وقيل استحبابا وعليه الأكثر. فإن بنى بها الثاني أي دخل بها لم يفسخ العقد ولو لم يطأ. والله أعلم، ونواصل في لقاء آخر إن شاء الله.